السلام عليكم، اسبر كو زالي بيان. اليوم راح نديرو بابا وابش. نديروه بطريقه سهله. نروحو لي زانغريديون. نسحقو 100 غرام بسكوي ملحي، انا استعملت هذا النوع. عندنا 50 غرام مارغارين دايبه، عندنا 200 غرام سكر، عندنا 10 غرام جيلاتين اون بودر، وعندنا 750 غرام بيش، 750 غرام خوخ منقي. دوك نقطعوه باش نديروه يطيب مع السكر. وهاوليك المول اللي راح نستعمله. فوالا، راني درت فيه غودويت باش نقدر نديموليها بخي. تقدروا ديروا بابي كويسون، مي الريزلتا ما راحش تكون فريمون كيما الغودويت. فوالا، نبداو بطريقة التحضير. لا بخومييغ دي شوز، نحمو البسكويت تاعنا، نزيدولو لا مارغارين. فوالا، نخدمو لا باز، نخلطها مليح. نطالي واحد دوكا في المول ديالنا، جيسبيغ يبان لكم بيان. منخلوش الفيد مع السيرسو، غلقوه مليح. فوالا البسكويت تاعي لي بيان يتعلي، نحطو في الكونجيلاتور ونروحو نبريباريو لا بيغي دو بيش. لو بيش تاعنا راهو مقطع، نزيدلو 200 غرام دو سكر، نزيدلو شوية ما، نكولورون كل واحد كيفاش يحب. هذا كولورون بيش، لي عندو سينو سي فاكولتاتيف، سي با لا بين تكسرو لي سانكو. نديرو لو قطرة وحدة برك، هنا سي بون. ونحطوه يغلي، كي يغلي نعاود نتلاقى بيكم. سي بون، لي بيش تاعنا راهم غلاو. دوكا نميكسيهم ببغا. سي بون، راني حطيت لابيوري تاعي. انا مقبل درت 60 غرام ما في 10 غرام تاع جيلاتين وخليته روبوزي شويه. هذه هي بور بور لا بات انتيريور. ودوكا راح نزيد اون فاي دو جيلاتين 2 غرام، نحطها في الماء بارد باش نستعملها في الكلاصاج. فوالا، نصفي لابيوري ديالي باسوار، نخرج الليكيد هذاك. هذاك الليكيد هو اللي راح ندير به الكلاصاج. فوالا، فوالا هاوليك الليكيد اللي خرجتو، وهادي لابيوري اللي قعدت لي. هادي لابيوري ندير لها هاديك دي غرام تاع جيلاتين اللي خلطتها ب 60 غرام دو. فوالا، درت لها 60 غرام تاع الماء. نحطوها مليح. مازالت سخونة باش نذوب معاها لا جيلاتين. هذه خلوها تبرد
حطوها دو كوتين خلوها تبرد حتى تلحق ابي بخي 25 28 دوغري باش تقدروا نستعملوها مع لا شانتيي. دونك من بعد تشوفوا لا فاصون كيفاش نخدم. حطوها دو كوتي فوالا. دونك نجوزو الكلاصاج نجبدو لا جيلاتين تاعنا قطروها مليح. نقطعوها مليح نخلطوها هنا مازال سخون دوك يدوب معاه. نخلطو مليح الجيلاتين تاعنا دابت. دوكا نزيدو نصفيوها باش ما يقعد لنا والو باش الكلاصاج يجي صافي. ونغطوها بسيلوفان ونخلوها تبرد. فوالا فوالا نغطوها بسيلوفان ونخلوها دو كوتي تبرد. مثلا نطلعوا لا شونتي تاعنا بلا كريم ليكيد نسحقوا 400 غرام كريم ليكيد 30% ماتيير غراس ونسحقوا دو كويارا سوب سكر غراس. نبداو فوالا لا شونتي ما نطلعوهاش بزاف. Voilà le mélange تاعنا بين la crème liquide montée ou la purée de pêche راه bien étalé في المول. دونك نحطوه في الفريغو واحد 5 دي مينوت قسم يشد روحو شويه ابري نديرو له لو غلاساج من الفوق. دونك نديرو لو غلاساج شوية بسم الله نفرغوه على الأقل ماشي ضربة واحدة. دوكا نحطوه في الكونجيلاتور بوندون 4 ساعات باش نقدروا نديموليو لو سيرسو. فوالا لو كاتو ابخي ما قعد في الفريغو 3 ساعات نديموليو شوفو كيفاش ساهل. فوالا زيدو نحو الأقل هنا ايه فوالا نعاود لك الكاتو تاعنا نديرو له لا ديكوراسيون شويه لي بيش ونعاودو نتلاقاو. فوالا الكاتو تاعنا ابخي لا ديكوراسيون درنا له شويه في دور مع لي بيش ودرت له شويه لا جولي الفوق. فوالا جيسبيغ يعجبكم بنقطعه قدامكم تشوفو ده.
فوالا بصح حول هنا سيو لا روسيت انا بالي بلي احتاج بكم.